السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه بزاف، ما فيهاش نهائيا السكر وما فيهاش الدقيق الفورص. نبداو على بركه الله بالمكونات. عندي هنايا 14 حبه ديال التمر اللي حيدت ليها العظم، وعندي هنايا 4 ديال البيضات، وعندي معلقه كبيره ديال الخل ديال الحامض. الا ما عندكمش الخل ديال الحامض عوضوه بنص حامضه معصوره. وعندي قبصة ديال الملحة، وعندي كمية ديال الكركاع، تقدروا نتوما ديروا اي كمية بغيتوا. انا درت هنايا 30 غرام، وعندي كمية ديال الزبيب الصفر، وعندي هنايا كاس مع مرش ديال الزيت تقريبا نص فايتو بشوية، وعندي كاس مع مرش ديال الحليب دافي، وعندي كاس ديال الماء مع مرش حتى هو دافي، وعندي الدقيق القمح الكامل، وعندي جوج خمارات حمرين. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. نبداو على بركه الله بطريقه التحضير. غادي نجيب هنايا الغرف ديال مولينكس، غادي نضيف ليه التمر، وغادي نضيف الحليب دافي، ما يكونش سخون بزاف باش ما يطيبش لنا البيض لا هو لا الماء، يعني بجوجهم يكونوا غير دافيين. صافي، غادي نضيف البيض، وغادي نضيف الزيت، وغادي نضيف الماء، وغادي نضيف القبصة ديال الملحة. صافي، غادي نطحن كل شيء، وغادي نعود نرجع معاكم. صافي، من بعد ما طحنت الخليط ديالي كامل، غادي نخويه في واحد الإناء، غادي نجيب هنايا الغربال اللي غادي نغربل فيه الدقيق القمح الكامل، غير باش تحيد لينا ديك النخاله الغليظه. غادي نضيف الكاس الاول، وغادي نضيف جوج خمارات حمرين، كيف ما شفتوا معايا كتبقى ديك النخاله الغليظه الفوق. صافي، غادي نحرك مزيان، غادي نعاود نضيف الكاس الثاني، وغادي نعاود نضيف نص كاس، يعني في المجموع هزات ليا جوج كيسان ونص. بالنسبه للخليط ما خاصوش يكون ثقيل بزاف، وما خاصوش يكون خفيف بزاف، خاصو يكون على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو.
صافي غادي نضيف ليه معلقة ديال الخل ديال الحامض، وغادي نعاود نحرك مزيان. عاد غادي نضيف ليه القرقاع والزبيب، صافي. غادي نجيب هنايا المول اللي غادي ندير فيه الكيكه، دهنته مزيان مزيان بالزبده ورشيت عليه الدقيق ديال القمح الكامل، ما درتش فيه نهائيا الفرص. صافي وغادي نخوي الخليط ديالي. صافي غادي نقادها في المول باش ما تجينيش مايله من واحد الجهه. صافي وغادي نشعل على الفران اللي سخن، غادي ندير فيه درجه الحراره 170، غادي نشعل عليها غير من التحت حتى كطيب، حتى كطيب وكتنفخ، عاد كنشعل عليها من الفوق حتى كيتحمر ليها الوجه ديالها. صافي وكنحيدها. بالنسبه للفران ما كنديرهاش في الفران سخون، كيكون بارد من قبل. صافي هذه هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، راه كتجي مفشفشه وكتجي رطبه بزاف وهشيشه. غادي نزينها هنايا بالعسل ديال الليمون، وغادي نزينها بالقرقاع، دائما كيبقى التزيين على حسب الاختيار ديالكم. صافي من بعد ما دهنتها كامله غادي نزوقها بالقرقع من بعد ما كنحيد ليه داك القلب ديالو. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي. كيفاش كتجي؟ كتجي لذيذه بزاف، ما تشبعوش منها. كنتمنى انكم تجربوها وكتبقى صحيه 100%، يعني ما فيهاش الدقيق الفورص وما فيهاش السكر. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم، وما تنساوش تيليشارجيو عندكم لابليكاسيون ديال شهيوات اوما اللي متوفر على بلاي ستور، فيها جميع الشهيوات العربية والعالمية. ونخليكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديدة، وشكرا لكم على المتابعة.